الآن من أبناء المسلمين وممن يقولون نحن مسلمون وهم لا يصلون، ما بيصلي ولا يأتون إلى المساجد ولا يدخلون المساجد، بل يستهزئون من المصلين ويتلاعبون بالصلاة. واعلم لا إسلام لمن لا صلاة له، ليس له إسلام ولا وجه له يلقى به الله تبارك وتعالى يوم القيامة. واختلف العلماء في كفر صاحبها، والراجح كفره، لأن الصلاة هي الحد الفاصل بين المسلم والكافر. كيف يكون مسلم أو يكون مسلما وهو لم يركع لله ولم يسجد إطلاقا؟ كيف يكون هذا مسلما؟ كيف يكون مسلم وهو لا يصلي؟ الأئمة الأربعة اتفقوا على أن تارك الصلاة يؤدب ويضرب ويسجن في أقل الأحوال، بل ذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد على أنه يقتل، واختلفوا هل يقتل ردة أم حد من الحدود، فذهب مالك والشافعي على أنه يقتل حدا من الحدود، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يسجن ويعذب ويضرب، فإن تاب وإلا حبس حتى يموت، وذهب أحمد بن حنبل إلى أنه كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام، لو ما يقتل لما يموت يقتل، وبعد أن يقتل لا يدفن في مغابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل، بل يدفن بعيدا عن مقابر المسلمين، وتطلق زوجته منه لو كان حيا، ولا ترثه ورثته. وهذا القول الراجح الذي دلت عليه الأدلة، الذي دلت عليه أدلة القرآن والسنة، بل هذا الذي عليه عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة، ليس له عهد عند الله، خارج عن ملة الإسلام، كيف لا يصلي؟ والبيمنع من الصلاة شنو؟ شنو البيمنع من الصلاة؟ في ناس يقول لك ما في وقت، هل دي حجة لك أمام الله عز وجل؟ في ناس يقول لك نحن لسه صغار، في ناس يقول لك الموت لسه بعيد. يا ناس، فليتق الله الناس، فليتقوا الله سبحانه. وأنت تقرأ في القرآن أن من أسباب دخول النار كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، دخلتوا النار ليه؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وهو الموت. انتبه، الموت غريب، الآجال غير معروفة، حافظ على الصلاة، حافظ على الصلاة، فلا إسلام لمن ترك الصلاة. وانصح أهلك، قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى
عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة خير للإنسان في الدنيا والآخرة، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن خسرت أو إن فسدت فقد خاب وخسر. فلذلك أحبتي الكرام، علينا بالمحافظة على الصلاة، وأن نعلم أبناءنا الصلاة، وأن نصبر عليها، وأن نؤدي الصلاة كما أمرنا الله تبارك وتعالى بالخشوع والطمأنينة، وأن نؤديها بأركانها وواجباتها وسننها وآدابها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المصلين، من الذين يخافون الله تبارك وتعالى، ومن المؤمنين حقا. نسأله تبارك وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يرد الجميع إليه ردا جميلا. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. وصية القحطان: بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان.